السيد الرئيس الجمهورية، حسوا بينا، رانا صفاقس، رانا قلعة الأجداد، رانا العزد، رانا المثابرة، رانا العمل، رانا الالتزام، ما تكافئوناش هكا بولاية من غير والي، الزبلة ردمتنا، الأفارقة استباحونا، عركوا معروك، كر وفر يوميا. على الدولة التدخل العاجل لإيقاف نزيف التوافد اللي هو أعداد ما عندنا حتى إحصائيات. اليوم مش تصير مواجهات في الشارع، اليوم تو وقفتهم الامن باش ما يجيوش عباد حاب تجي تضربنا لهنا. احنا ناشد سيد الرئيس باش ينقذ صفاقس، صفاقس بلاد العلم، صفاقس بلاد الثقافه، صفاقس بلاد الاقتصاد، يلزم ترجع صفاقس. وليت خايفة، احنا ما احناش مرتاحين في صفاقس، ولينا خايفين بالحق على صغارنا، الناس الكل عايشين حالة رعب، أكثر فيها الناس الكل، راهو اللي خرجهم لا خرجتنا لا سياسة ولا أحزاب ولا تنسيقيات ولا جمعيات، اللي خرجتنا الخوف على صفاقس، الخوف على صغارنا. جي يقسم معايا أنا في المواد المدعمة، اللي كل شيء مفقود، اللي كل شيء الأمراض كثرت، عندهم السل، عندهم الملاريا، عندهم الصيدة، دعارة ولات، فظيعة، احنا تربينا على هذا، احنا شنو اللي شنو يحبوا اكثر من هكا؟ اخويا ترحيل، الا ترحيل، ويسكروا الحدود وترجع الفيزا وسكر الحدود، معناش احنا مطلوبين فيهم، اذا كان اوروبا سرقت لهم الثروات نتاعهم، معناش احنا باش نخلصوا راهو. ما هيش عنصريه، اللي يجيب الاوراق امور واضحه مرحبا به، اما ما نعرفوش شنو تفكيرهم وشنو عندهم في مخاخهم، ما نعرفوش عليهم، شنو العبد ولا خايف حتى على صغيره؟ اوساخ او سل سيدة، المعيشة غلات منهم هما الكرا غلا، المواطن التونسي ما عادش لاقي كرا، خايفين صغيراتنا ما عادش نخليهم يخرجوا وحدهم، يرحم والديكم ندخلونا البلاد وخليونا نرجعوا كما كنا. صفاقس الصغير، صفاقس الصغير. عاصمة الجنوب اللي تدور في اقتصاد البلاد منكوبة، نكبونا في صفاقس، نكبونا في صفاقس، زبلة أفريقيا نكبونا، ما عادش عايشين، صفاقس ما عادش متاعنا، ما عادش عايشين، ولينا مهمشين، صفاقس منكوبة ومهمشة. هذا سعيد انظر صفاقس رايس، هاي نعيشوا في الرعب، صغير نستغير، وما عادش مروحين وماشي نرجعوا هنا. أنا في حي بن سعيدة، في حي بن سعيدة، هما أكثر منا ولاو، من السبعة متاع الليل نخسر نسكر داري وليت خايفة، من السبعة متاع الليل نسكر داري، الوالي ما عندناش والي، لشكون نشكيو؟ لشكون؟ ويقول نتعايشوا، كيفاش نتعايشوا احنا؟ كيفاش نتعايشوا يقول لنا في قوتنا؟ نمشي باش ناخذ كيلو كسي أخضر، بس ما يعطيهولي، لا فرقة يعطيهم بثلاثة بالأربعة خاطر يبيعوا لهم بألفين الكيلو. اسكو المنظومة الصحية متاعنا هذه، المنظومة الصحية تنجم تقاوم الكم الهائل بالأفارقة هذوما؟ هذا نحب السؤال هذا، نحب له إجابة. الكم هذا الهائل بالأفارقة اللي جاينا بالسل وجاينا بالكوليرا وجاينا بالصيدة، احنا خارجين من كورونا ويعلم ربي ثم برشا فقدوا عائلاتهم في الكورونا، ما نحبوش نفس السيناريو يتكررنا، بالحق بالحق ما نحبوش نفس السيناريو يتكررنا. سيد الرئيس قيس سعيد، احنا لا عندنا سكر في ديارنا، لا عندنا سميت في ديارنا، لا عندنا خبز في ديارنا، احنا في ديارنا خايفين، خايفين على صغارنا، خايفين، الزطله موجوده منهم هما، السيده موجوده منهم هما، السل في بلاد موجود. وهذا لا جنسيه ولا وضع عنده ولا حد شيء، جاي هكاكا ترمى علينا رميان واحنا نعانيو برا في قزو في جرتو، لا عنده دين ولا عنده جنسيه ولا عنده حد شيء. برا شوف البوسته الكبيره، انا نخدم في ببحر براتيكمون نشوفهم يوميا. راك يجبدوا، احنا نمشيو على 30 دينار و40 دينار تاع كنام، هو يجبد ب 5 6 ملايين، والله قدام عينيا، منين تجي فيهم الفلوس هذو منين قاعدين يجيوهم؟ لا للابتزاز الاجنبي، لا للابتزاز الاجنبي، لا لاتفاقية دوبلن، تونس بلاد الخير، مش محتاجة للغير، تونس بلاد الزيتون، تونس النخلة، تونس النخلة، تونس النخلة.
امراض معديه خطيره ياسر قاعده تنتشر في صفاقس راهو في تريز اتونسيون راهو والسلعه هيك اللي يبيعوا فيها تعرف عليها شنو هي السلعه دروغ من عشية والله ما نعرفوا عليها سيتي كلاف راهو انا نخرج انا ولدي ويا راه بالسيف ويا راه بالسيف كيما هكاك ولدي ولا مرعوب شنو هي هذه شنو هي هذه احنا شنو ولينا ما احنا ولينا في صفاقس عايشين في حاله رعب ولا انا ولدي توا في الجامعه ما قاش نلزم نبعثه المغرب ما قاش نلزم نخليه يخرج يقضي يزيونا احنا عام الزبله وعام ليزافريكا وعام شيء ما فيها صفاقس ما فيها حتى شيء لا وسائل ترفيه لا حتى شيء الناس الكل فدت يروا لنا حل يهزوهم يروا لنا حل بالحفاره بالحقوله والله لا عملوا لهم شيء يقول لك حفاره وكذا والله ما نحكي لك يكسروا في الكراب يحرقوا الدنيا يجذبوا بلا شعلوها تفهمني لا تهرب واحد يقول له تكلم صدقني قال لك ما جاش الحاكم يقتلوا له الحجر في الديار نسيت عيط تحبوا نعرفوا شكون جايب من صفاقس شكون جايب من صفاقس علاش شنو جاي كان صفاقس علاش عندهم شخصيه الشعب باش يحاسب اللي جابهم واللي دخلهم الشعب مش باش يسلم بلادنا ولات مباحه ولات مباحه للفارقه وللاجرام صفاقس خلات ولينا عايشين ستريسي في ديارنا في ديارنا على اعصابنا الدور في البلاد في باب الجبلي ما تلقى قليل واحد على الألف باش تلقى واحد صفاقسي خلات صفاقس خلات خلات صفاقس خلات كل ما فارقه باب الجبل خلاه باب الجبل خلاه جاي مع سيدي لخمي ماهيش عنصريه ماهيش عنصريه اللي باوراق ويتفضل مرحبا ما غير اوراق وديكاج صفاقس هم شوها سنوات وسنوات وليت مصبه نتاع زبله صفاقس ما عادش يطيب فيها العيش وفات صفاقس يحبوا يخرجونا منها شبابنا الكل هاجر شبابنا كل صفاقسيه خرجت ولينا وحدنا حتى اللي لوج على دار باش يكري ما فماش دار نتاع 400 الف ولا تتكراب مليون و500 ومليون و400 قاعدين يقوموا بعمليات اجراميه قاعدين يقوموا بسرقات قاعدين فما امراض قاعده معناها ساريه وهذم ما عندناش كيفاش معناها ما عندناش كيفاش نتعاملوا معاهم لا عندنا هويتهم لا عندنا حتى شيء اذا كان الدوله مش قادره انه تحدد الهويات وانه قاعده تعالج الموضوع فليتم ترحيلهم ما فماش علاش باش نقعدوا احنا نتحملوا مسؤوليه نتاع دول نتاع حروب كلها تتحملها جهه بركي مصفاقس هذه هي مشكل اقليمي تحبوا ترجعوها مشكل جهوي مش معقول جرائم بالعشرات يوميا قاعده تصير قاعدين يكثروا اعداد مهوله قاعده تجي من الشابه من العامره من القصرين من الحدود الجزائريه اليوم مع تفعيل الدور الامني وتفعيل دور المواطن في رقابه ومع نشوفوا حال في الوضعيه هذه لان مصفاقس لم تعد تحتمل ماشي واحد تبدا داره يجيوا ضيوف ما يعرفش عليهم قداش من واحد ولا ما يعرفهمش ماهوش معقول من اللي دولة ما فهمهم يعرفوش قداش عندنا من أجنبي في تونس ما غير أوراق ما غير كذا يجموا يعملوا جرائم ما تجمش تعرف عليهم حتى شيء بالحوامة الشعبية ولا هما الفصايل تتعدى يكهر لك يا خويا خرجوهم هكا بصفة قانونية لا عنصرية لا حتى شيء فما واحد ب 350 انت تونسي باش تعرس ما يكريلكش يكري لهم ب 800 سامحني يدخلهم في ليلة كيفاش يدخل لك 50 واحد في 30 ألف حسبوها قداه في الليلة طلعوا للدار قاو 150 جرايه باش نبى بعضهم. من في روحك انت اليوم كريت له راه ودوا الحي نهار اخر مش يدور عليك انت، راهو مش صورت من فلوس تفادير راك انت مش ترتاح لا. بالعنصريه اني انا جسوي نواغ وبحث اخواتي. اني انا جسوي نواغ. اني جسوي نواغ. جسوي في اغني نواغ. او اي اما بالعباد القانونيين بالبابي. الإعلام العالمي الكل يتهم في الشعب التونسي بالعنصرية بغاية ابتزازه عاطفيا وضعه في حجر الزاوية لكي يحسس بذنب لم يقترف ويقبل ويهيئ نفسيا لقبول توطين الأفارقة اللي أوروبا هي العنصرية وهي اللي متحبش تقبلهم ولذا نحن اليوم عنا الحق باش ندافع على بلادنا بلادنا ماهيش للتوطين بلادنا للتوانسة والمهاجرين الشرعيين اللي مرحبا بهم ولكن مش للغير شرعيين اللي دون هويات الشعب يوم البراد الحياة فيعود أن يستجيب القدر ولا بد للميل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر هما بالهما يا هما بالهما هلموا هلموا لمجد الزمن مش يصير لنا كوارث في صفاقس وين السلطة؟ يا قيس سعيد خويا عامل لنا حل عباد مرضى بالسلطة تدخل هكاكا لا هوية لا حتى شيء
البارح عركة في العفارة ماتت عباد. الحبوك ترجعنا صفاقس، منعنا لنا صفاقس، انقذ لنا صفاقس، صفاقس تستغيث يا سيد الرئيس، أرجوك يا سيد الرئيس، صفاقس تستغيث، سكرنا الحدود، سكرنا الحدود يا سيد الرئيس. عركوا لفرقة في بعضهم، بالأميس، فزوا علينا للديار، هذا عيب، هذا مش معقول، هذا حتى الواحد منته تقرأ ولا خايف. تعبنا ياسر، قلقنا ياسر، بلاد ما غير والي. قال الشعب يريد. الشعب يريد ترحيل الفرقة. لسوا على جنابنا ما نجموش ندوروا في أمن وأمان في بلادنا، مش معقول. نداء رجاء من فضلكم، شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل عاجل. علاش احنا بلاش والي؟ علاش فما حتى مسؤول؟ علاش ما نجموش ناخذوا قرارات؟ علاش ما نجموش احنا هل أجانب هذوما ناخذوا لهم معناها يطبق عليهم القانون؟ هذايا الكل اللي خرج عليه الشعب اليوم في صفاقس انا نتبناه قلبا وقالبا، ومش نخدم على اساس انه الصوت هذايا يوصل ويلزم يكون فما حل في الموضوع هذايا.